أضاء أمين عمان الدكتور يوسف الشواربه شجرتي عيد الميلاد المجيد الأولى من حديقة جسر عبدون والثانية بالقرب من الدوار الخامس، وقال الشواربه إن الاحتفال سنوياً بهذه المناسبة يجسد معاني الألفة بين الأديان والعيش المشترك والتآخي والمحبة بين أبناء الشعب الواحد، داعياً أن ينعم الله علينا بالمحبة والسلام والاطمئنان تحت الراية والقيادة الهاشمية. من جانبه أعرب سيادة المطران خريستوفورس عطلة عن خالص التهاني بهذه المناسبة لجلالة الملك عبد الله الثاني وللشعب الأردني الذي يرتبط بروح العيش المشترك والمواطنة الصالحة حضر إضاءة شجرتي الميلاد عدد من الأباء الكهنة والمسؤولين وأبناء الرعاية واشتمل الحفل فقرة من معزوفات الكريسماس قدمتها فرقة مجموعة كشافة مرشدات البطريركية المصدر